السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم طلاب تانية ثانوي في فيديو جديد. هنحل دلوقتي من بنك المعرفة اختبار 3 على أسلوب الاختصاص. نشوف مع بعض أول صورة. بيقولي للمختص صورة ولا صورتين ولا 3 ولا 4. أنا عندي المختص له 3 صور. أول صورة إن هو يكون معرف بال، تاني صورة إن هو يكون مضاف إلى معرفة، تالت صورة إن هو يكون إحدى كلمتين أي للمذكر أو أية للمؤنث وبيليها اسم مرفوع بال. يبقى أنا عندي ليها 3 صور فقط. عليكم أيها الشباب مساعدة الضعفاء، ميز إعراب كلمة أيها. طبعا أنا عندي كده أيها مختص، إذا هي بتبقى في محل نصب مفعول به، يبقى اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به. السؤال الثالث، الاسم المنصوب على الاختصاص يكون نصبه بفعل محذوف طبعا وجوبا، لان انا عندي الفعل في اسلوب الاختصاص بيكون محذوف وجوبا، بحيث مثلا ان انا بعربه بعرب المختص بقول ايه مفعول به لفعل محذوف وجوبا. السؤال الرابع، انتم اطفال القريه مصدر سعاده لنا، المختص معرف به. طبعا عندي مختص اطفال القريه، فاذا هو معرف به الاضافه. السؤال الخامس، أنتم المصريون صامدون في الجبال، تصحيح الخطأ بالجملة السابقة. أنا عندي هنا المصريون أسلوب أو مختص، فالمختص بيبقى منصوب، فإذا هقول أنتم المصريين صامدون كالجبال. السؤال السادس، نحن شجعان، اجعل هذه الجملة أسلوب اختصاص. نشوف اختيار، نحن المدافعون عن الحق شجعان. لا ما تنفعش، لان المفروض لو تنفع نحن المدافعين دي ما تنفعش. نحن الرجال شجعان غلط، نحن الفرسان شجعان تمام هي الاجابة الصحيحة، نحن شجعان يا بطل غلط طبعا. السؤال الاخير، نظرت الى غرفة المرآة، نكشف عن المرآة في المعجم طبعا رأى. بكده نكون خلصنا اختبار 3 على اسلوب الاختصاص. انتظرونا في فيديوهات جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.